بعد اكتفاء السوق المحليه توجهنا الى الصدير. هذه ثاني عمليه نقوم بها وان شاء الله ما تكونش الاخيره. عطينا إشارة انطلاق رمزية لتصدير موالي الكهربائي نحو دولة العراق في إطار اتفاقية تم إمضاؤها مع مجمع طروس وعن طريق شركته الفرعية اللي هي شركة أونكس. في المساء وبعد الزوال سنشهد انطلاق عملية ثانية من مصنع صاياك المتواجد بمدينة العلمة، حيث سنقوم بتصدير ملحقات ومكونات العداد الكهربائي نحو دولة تونس. هذه العملية تعتبر العملية رقم 18 بداية من 2022 والعملية الرابعة في سنة 2024، حيث نعدل ما نصدر ما بمعدل 4 شحنات سنويا، شحنة كل 3 أشهر نحو دولة تونس، وحيث قمنا بقلب الكفة وأصبحنا في قبل سنة 2021 كنا نستورد جميع المعدات نستوردها من دول الجوار ومن دول أوروبية، وحاليا أقلبنا الكفة وأصبحنا كفينا السوق المحلية وأصبحنا نصدر فائض الإنتاج نحو دول الجوار ودول الأوروبية ودول الشرق الأوسط. إذا سونيغاز شوفوها أنها توجهت إلى الخارج، لم يعد يقتصر نشاطها إلا على توزيع الكهرباء والغاز وإنما حتى على التصنيع، وصايق هي الذراع الصناعي رفقة جيات كذلك هي الذراع الصناعي لسونيغاز. صايق هي تصنيع المعدات لصناعة الكهرباء والغازية، كان فيه تصدير شفرات التوربينات يعني إلى المجر وإلى دولة المنطقة كذلك مع المتعامل جنرال إلكتريك يعني على مستوى الجزائر، كذلك فيه تصنيع فيه تصدير كذلك أعمدة شحن سيارات الكهربية وحدة العلمة لصايق، تصدير معدات لقطع غيار للعدادات الكهربائية الإلكترونية إلى دولة تونس، كذلك تصدير التوربينات هي العملية الثانية هنا، ونشوفوا كذلك تصدير الطاقة الكهربائية إلى تونس، وفيه مشروع إلى أوروبا، سندخل إن شاء الله السوق الأوروبية عن طريق إيطاليا. فيه كذلك تصدير الخبرة، هو الخبرة هو الجانب الثالث لسونيغاز. نحن على مستوى مدارس سونيغاز الأربعة، المدرسة الأخيرة هي مدرسة غرداي للطاقات المتجددة، يعني قدرنا نكون عمال للكهرباء والغاز ل 11 دولة إفريقية. شفتوا سونيغاز كيفاش تعدات النشاط تاعها، أنها من تصدير الطاقة إلى تصدير المعدات إلى تصدير الخبرة. هذا يبين أننا في صحة جيدة، وكل هذا كما كل هذا يعني النشاط هذا هو بأيادي جزائرية، خبرة جزائرية، وحتى تحويل التكنولوجيا إلى الجزائريين، شيء يشرفنا ويشرف كل الجزائريين.